كنت بقرية الأطفال إس إس عمان، كل ما أشوف الشباب اللي عنا بالقرية بيلعبوا كنت حابة إنه هالشكل المدور هالغريب إنه كتير ممتع، فصرت مع الأيام أطلع معهم وألعب. إجوا عنا خطوات على القرية وقدموا إنه بدنا بنات وبدنا أولاد ندربهم، تمارست معهم. بعديها دخلوني نادي الاستقلال، لما دخلوني نادي الاستقلال إنه شو صرت إنه منفتحة أكتر للحياة مع كرة القدم، ففت المنتخب نقلني للمنتخب الـ14. لما دخلت منتخب 16 بين معي مرض بيتا تلاسيميا، فهذا المرض عجزني وبطلت ألعب. فأنا قلت لا، ليش إنه عجزني؟ إنه أخليني أصر 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 لحتى ما أصير إشي. لما سمعت إنه في كأس العالم ضلت أشد حالي أشد حالي أشد حالي لحتى ما إنه أثبت حالي إنه أنا بدي أكون بالمنتخب.